الثامنة مساء في القاهرة، السادسة مساء بتوقيت جرينتش، بانوراما إخبارية شاملة على شاشة النيل. مرحبا بكم. أهلا بكم، والبداية بأهم العناوين. في ختام أعمال قمة العشرين في اليابان، رئيس السيسي يعقد عددا من اللقاءات مع قادة الدول المشاركة. ولي العهد السعودي يرحب باستضافة بلاده الدورة القادمة لقمة دول العشرين. الجيش الوطني الليبي يواجه باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية ليبيا. مرحبا بكم. في ختام أعمال قمة العشرين في اليابان، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكد خلالها الرئيس السيسي على تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر. كما شارك الرئيس السيسي في جلسة تمكين المرأة، حيث ألقى كلمة طرح من خلالها المحاور الرئيسية التي تعمل من خلالها مصر في مجالي معالجة عدم المساواة وتمكين المرأة. كذلك شارك الرئيس السيسي في جلسة معالجة عدم المساواة، إذ شدد على حرص القارة الإفريقية على المشاركة في التنمية المستدامة. في ثالث أيام زيارته لمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في القمة 14 لمجموعة العشرين، استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بحضور ملتقى الرؤساء حول تمكين المرأة. ثم شارك سيادته في جلسة العمل الثالثة بعنوان معالجة عدم المساواة. وعلى هامش مشاركته في فعاليات اليوم الثالث لقمة مجموعة العشرين، التقى السيد الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تطرق الزعيمان إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الدولتين، إضافة إلى استمرار التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل سيادته سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حيث تناولت المباحثات تبادل وجهات النظر نحو أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، شهد اللقاء تباحثا حول تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث رحب الرئيسان باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع ميركوسور والذي يضم في عضويته الأرجنتين. السيد الرئيس التقى أيضا السيد أنطونيو غوتريش سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أكد سيادته على دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة. وأكد غوتريش على دور مصر المحوري في إفريقيا والشرق الأوسط وحرص الجانب الأممي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيطها الجغرافي المضطرب وترسيخ أسس السلم والأمن. في السياق ذاته، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في اليابان، حيث شدد الرئيس على حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بأوساكا بأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، حيث أشاد الرئيس بالعلاقات الجيدة بين البلدين.
على هامش قمة مجموعة العشرين أوساكا 2019 المنعقدة باليابان، اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال اليابانيين بحضور مجلس الأعمال المصري الياباني وعدد من السادة الوزراء المصريين. السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء ممثلي كبريات الشركات اليابانية، مشيرا إلى عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان. وقد شهد الاجتماع حوارا مفتوحا مع رؤساء وممثلي الشركات اليابانية، والذين أعربوا عن إعجابهم بالتغيرات الإيجابية التي شهدتها مصر، وما لاحظوه من نشاط وتنامي في السوق المصرية، وحرص المسؤولين المصريين على الإسراع في عملية التنمية، مؤكدين ترحيب هم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين. كان قادة دول مجموعة العشرين قد اختتموا اجتماعاتهم بمدينة أوساكا، حيث أقر المشاركون بضرورة مواجهة تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية. وفي كلمة له في الجلسة الختامية للقمة، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن هناك العديد من الملفات التي ستوليها المملكة العربية السعودية اهتماما خلال رئاستها للدورة القادمة للمجموعة، ومنها التعاون من أجل توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي وتمكين المرأة. توفير التمويل الكافي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، ونحن في أمس الحاجة إلى تعاون مع بلدان منخفضة الدخل في مجالات عديدة مثل الأمن الغذائي والبنية التحتية والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه والاستثمار في رأس المال البشري، وستحظى هذه القضايا باهتمامنا العام القادم. كما أن أمن واستدامة المياه وما يترتب عليها من تحديات بيئية وسياسية هو أحد أهم المواضيع التي تواجه العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، وسنعمل معكم لإيجاد سياسات توافقية لهذه التحديات. بعد يومين من الاجتماعات المكثفة، نجح زعماء مجموعة العشرين المجتمعون في مدينة أوساكا اليابانية في التوصل إلى بيان ختامي يحذر من تداعيات زيادة حدة التوترات التجارية والجيوسياسية بين أكبر اقتصاديات العالم. ولكن قادة المجموعة أحجموا عن التنديد بالحماية التجارية، ودعوا بدلا من ذلك لتوفير مناخ تجاري حر ونزيه وغير منحاز يساعد على بناء مجتمع مستقر وآمن. وستكون قمة العشرين انطلاقة لعمل الموائمة اللازمة لتفادي مشاكل التوتر التجاري بين الدول، وسنطلع إلى تحقيق مبدأ الجلوباليزيشن العولمة، وسنحاول أيضا أن نعمل على إزالة الفوارق بين الطبقات ونصل إلى مجتمع هادئ ومستقر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في مؤتمر صحفي عن لقائه مع نظيره الصيني الذي أسفر عن الاتفاق على استئناف المفاوضات التجارية بين البلدين، مؤكدا أنه لن يفرض رسوما جمركية جديدة على الصين. فيما يتعلق بالصين، اتفقنا بصورة أساسية اليوم على أننا سوف نمضي قدما بالمفاوضات، واتفقنا على أنني لن أضع التعرفة الجمركية على بالمبلغ المقرر 420 مليار دولار الذي كنت قد وعدت بفرضه. لقد تم تناول المواضيع بصورة منصفة على الصعيد التجاري بيننا. بدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه على اتصال وثيق مع الجانب الأمريكي بشأن الأوضاع في سوريا والإجراءات التي اتخذتها موسكو هناك في الفترة الماضية، مشيرا إلى دعم بلاده لرئاسة السعودية لدول مجموعة العشرين في 2020. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ زكريا عثمان، خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام. أستاذ زكريا، في أي إطار تضع أهم الموضوعات والملفات التي تم مناقشتها في هذه الدورة في مجموعة قمة العشرين في أوساكا، وأيضا مشاركة مصر فيها بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي؟ في البداية يعني أبدأ بالنصف الثاني من سؤالك، وهو
المشاركة المصرية هذه القمة غير العادية، أعني قمة مجموعة العشرين أو الجيش باعتبارها أكبر منتدى اقتصادي للاقتصاد العالمي، على اعتبار أولا وفي عجلة أن الدول الأعضاء بتلك المجموعة يمثلون أو يشكلون الاقتصاد في العالم، أن أيضا نعم للأسف فقدنا الاتصال. الأستاذ زكريا عثمان خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك. أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم البدء في التجهيز لتطبيق المنظومة الجديدة من خلال تنفيذ مبادرات قوائم الانتظار و100 مليون صحة بجميع محافظات الجمهورية. يأتي هذا بهدف تقديم خدمة طبية عالية الجودة ليتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بأعلى معدلات الجودة، فضلا عن تميزه بالعدالة الاجتماعية وبما يكفل الحماية لغير القادرين ويحقق رضا المواطن، حيث تبدأ المرحلة الأولى من محافظة بورسعيد. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فندق الماسة بمدينة العالمين الجديدة، كما تفقد رئيس الوزراء مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بالمدينة استعدادا لعقد اجتماعات المجلس قريبا به. وشدد مدبولي على ضرورة الانتهاء بسرعة من الأعمال بالمبنى، كما أكد أن عقد الحكومة لاجتماعاتها قريبا بمبنى مجلس الوزراء بالعالمين الجديدة سيعطي رسالة هامة، كما سيلقي الضوء على أهمية هذه المدينة. بتكليف من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية الأخرى. يأتي ذلك بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
أعلنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية عدة حملات على طول المجرى الملاحي لنهر النيل لمكافحة المخلفات على مجرى النيل وإزالة التعديات. نهر النيل هو الحياة للمصريين والمتنفس للمتنزهين على صفحة مياهه وضفتيها. ويطلع حراس النيل من رجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمهمة الحفاظ عليه من التلوث والتعديات. لذلك تنطلق الحملات المتواصلة بطول مجراه من لحظة دخوله الحدود حتى مصبه للتصدي لكافة المخالفات التي يتعرض لها النهر. حملات تفتيشية للكشف عن مدى التزام مراكب النزهة والعائمات النيلية بالاشتراطات البيئية والصحية وعوامل الأمان، إضافة إلى مواجهة التعديات على ضفتيه وعمليات الصيد الجائر للحفاظ على هذا الشريان المتدفق نقيا صافيا. حملة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لم تقتصر على نهر النيل، بل امتدت أيضا إلى المصانع للتفتيش عن مدى التزامها بالاشتراطات البيئية التي يجب توافرها في المنشآت الصناعية لمنع عمليات تلوث الهواء كالمسابك التي تقوم بصهر المعادن المستعملة. حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات امتدت أيضاً للكشف على عوادم السيارات حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تم خلالها فحص عدد من السيارات والتأكيد على المخالفين منها بضرورة عمل الصيانة اللازمة للحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن عوادم المركبات غير المطابقة للمواصفات، ما بين حملات لتحقيق الانضباط بالمسطح المائي لنهر النيل وأخرى تهدف إلى منع تلوث الهواء. تتنوع الجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية حماية لصحة وسلامة المواطنين وحماية للشريان المائي الذي يمد المصريين بالحياة والنماء. أقامت قوات الدفاع الجوي احتفالاً بمناسبة عيدها 49. وخلال الاحتفال أكدت قيادة قوات الدفاع الجوي على الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية وقيادة القوات المسلحة لتطوير سلاح الدفاع الجوي بما يواكب أحدث نظم التسليح والتكنولوجيا في العالم. احتفالات قوات الدفاع الجوي بالعيد 49 أكد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوي بما يواكب أحدث نظم التسليح والتكنولوجيا في العالم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقيادة قوات الدفاع الجوي احتفالا بمرور 49 عاما على بناء حائط الصواريخ عام 1970 والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي. لقد سطر رجال الدفاع الجوي في 30 من يونيو عام 1970 بأحرف من نور صفحات مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية بالإعلان عن اكتمال بناء حائط الصواريخ على امتداد جبهة قناة السويس، وانطلقت صواريخ الدفاع الجوي المصرية لتفاجئ أحدث مقاتلات العدو من طراز الفانتوم والسكاي هوك التي تهاوت على جبهة القتال المصرية وانهار التفوق للعدو الجوي فوق جبهة قناة السويس. واتخذت قوات الدفاع الجوي من هذا التاريخ ذكرى وعيدا يحتفل به كل عام. وأكد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي أن رجال قوات الدفاع الجوي ماضون على الطريق ومحافظون على المسيرة حتى تظل قوات الدفاع الجوي قادرة على حماية سماء مصر ومجابهة أي تهديدات أو تحديات. وفي هذه المناسبة
أتوجه بتحية إعزاز وتقدير لمقاتلي الدفاع الجوي المرابضين في مواقعهم المنتشرين فوق أرض الكنانة، لا فرق عندهم بين سلم أو حرب. ويشرفني وقوات الدفاع الجوي أن أتوجه بتحية إجلال وشكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته أن نظل دوما جنودا أوفياء حافظين العهد مضحين بكل نفيس وغالي نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها لتظل مصر درعا لأمتها العربية. وفي هذه الذكرى الخالدة نؤكد للسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إن رجال الدفاع الجوي ماضون على الطريق محافظون على المسيرة حتى تظل قوات الدفاع الجوي قادرة على مجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أوامرها للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية، كما أمرت بطرد كافة الشركات التركية العاملة في ليبيا وإنهاء أعمالها في كافة المشروعات على الأراضي الليبية ومقاطعة الصناعات والمنتجات التركية وإيقاف الرحلات الجوية المدنية من وإلى تركيا إلى المطارات الليبية. وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة أن هذا الإجراء يأتي رداً على التدخل التركي المباشر باستخدام الطائرات الحربية ونقل المرتزقة وإرسال السفن المحملة بالأسلحة والمدرعات والذخائر لدعم الإرهاب في ليبيا. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الليبي. مرحبا بك أستاذ عبد الستار. وبعد هذا القرار الذي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ما توقعاتك للسيناريوهات المشهد على الساحة الليبية؟ أعتقد أن الجيش الوطني الليبي سوف يستخدم كل ما لديه من إمكانيات لوقف الغزو التركي إن صح التعبير للأراضي الليبية، لكن في رأيي هذا يتطلب دعم من الدول الإقليمية الصديقة ومن المحور الذي يساعد الجيش الوطني الليبي ويساعد الأخوة الليبيين على إنهاء الفوضى ونزع السلاح من الميليشيات ومحاربة الإرهاب في هذا البلد. إذا ما ترك الجيش الوطني الليبي لإمكانياته المتواضعة فأنا أشك في أنه يستطيع أن يصد الغزو التركي، لأنه ليس غزوا تركيا فقط ولكنه محور شر متعدد الأطراف، فيه قطر وفيه إيطاليا أيضا. يعني الضربات التي تعرضت لها القوات المسلحة العربية الليبية في منطقة غريان وفي المنطقة الغربية خلال الأسبوع الماضي شاركت فيها طائرات تركية وشاركت فيها أيضا طائرات إيطالية، سواء أعلن الجيش الوطني الليبي ذلك أو لم يعلنه، إلا أن الطائرات التي انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية كانت طائرات إيطالية، بينما انطلقت الطائرات التركية من قاعدة معيتيقة العسكرية في وسط طرابلس. وبالتالي أنا أعتقد أن الدول الصديقة والدول الحليفة والدول المحبة للشعب الليبي والتي تعترف بالقوات المسلحة العربية الليبية عليها أن تقدم المزيد من الدعم والمزيد من العون لمواجهة محور الشر القطري التركي وغيره من دول أخرى لديها أطماع في ليبيا. سيد عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الليبي، شكرا جزيلا لك. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. وسط مظاهرات مؤيدة ومناهضة لزياراته، ترامب يصل كوريا الجنوبية بعد دعوته لكيم يونغ أون للقائه بالمنطقة منزوعة السلاح.
ما هو قادم؟ الملف الاقتصادي في نشرتنا لهذه الساعة. أخبار الاقتصاد مع الأمير داود. إليك أليك. شكرا لك هبة. شكرا أشرف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. البورصة المصرية تربح أكثر من 11 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو بنسبة نمو تقدر ب 1.5%. ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 11 مليارا و100 مليون جنيه خلال جلسات شهر يونيو الماضي ليغلق عند مستوى 756 مليارا و100 مليون جنيه بنسبة نمو تصل إلى 1.5% عن الشهر الماضي. وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي إلى 397 مليارا و900 مليون جنيه خلال الشهر المنتهي بنسبة نمو تصل إلى 2.2%. صعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 240 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر ب8%. وزاد رأس المال لمؤشر السوق الأوسع نطاقا إلى 638 مليار و700 مليون جنيه بنسبة نمو تصل إلى 1.7%. كشفت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الدواجن تراجعت لأكثر من جنيهين، حيث سجل سعر كيلو وارد المزرعة 22 جنيها. وأشارت الشعبة إلى أن سعر البيع للمستهلك يتراوح حاليا ما بين 25 إلى 27 جنيها للكيلو حسب المنطقة. وأضافت الشعبة أن أسعار البيض تراجعت أيضا مع بداية الأسبوع، حيث وصل سعر كرتونة البيض 25 جنيها تسليم مزرعة بانخفاض يصل إلى 2.5 جنيه عن الأسبوع الماضي، موضحا أن سعر الكرتونة يتراوح ما بين 29 إلى 30 جنيها. أعلن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة أن 377 مصنعا تقدموا بطلبات رسمية للحصول على علامة بكل فخر صنع في مصر. وأضاف المركز أنه يجري تقييم 218 مصنعا منهم على مستوى الجمهورية، وتم منح العلامة بالفعل لعدد 193 مصنعا عقب قيام المركز بعمل زيارات تقييم ميدانية لتلك المصانع، وذلك للتحقق من مدى التزامها بتطبيق المعايير المعتمدة للحصول عليها، وجاري تقييم باقي المصانع، ويتم منح علامة بكل فخر صنع في مصر للمصانع التي تنتج منتجات تضاهي أو تفوق في جودتها المنتجات المستوردة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين 6 و9 أشهر، فيما تتعرض أسعار النفط لضغط من جديد بسبب زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وتابع بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين أن الاتفاق الذي سينتهي العمل به غدا الأحد سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها، وتجتمع منظمة أوبك وحلفاء لها فيما يعرف باسم أوبك يومي الأول والثاني من يوليو تموز لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1,200,000 برميل يوميا، ولا تشارك الولايات المتحدة في الاتفاق. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في هذا الشأن إن الاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد تخفيضات إنتاج الخام يظهر التزام البلدين باستقرار سوق النفط. واتفقت السعودية وروسيا على تمديد اتفاق أوبك لخفض إمدادات الخام لفترة ما بين 6 أشهر و9 أشهر.
أظهر تقرير حكومي أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي شهري جديد متجاوزا حاجز 12 مليون برميل يوميا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية أنتجت نحو 12 مليون و160 ألف برميل يوميا من الخام في شهر أبريل، بزيادة تقدر ب 246 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق عليه. ووفقا للبيانات، ارتفع استهلاك البنزين في الولايات المتحدة لثالث شهر على التوالي في أبريل، مع صعوده بمقدار 182 ألف برميل يوميا إلى 9,360,000 ألف برميل يوميا، ليبقى أعلى من مستوياته قبل عام. توصل الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور الاقتصادية لأمريكا الجنوبية لاتفاق على مسودة اتفاقية للتجارة الحرة، ليضعا بذلك نهاية لمفاوضات استمرت نحو 20 عاما. والاتحاد الأوروبي هو بالفعل أكبر شريك تجاري واستثماري لميركوسور، وثاني أكبر شريك للتكتل في تجارة السلع. وتوجه أوروبا اهتماما لفتح مزيد من الأسواق أمام شركاتها الصناعية، ولا سيما في قطاع السيارات. وتطمح دول ميركوسور إلى زيادة صادرات لحوم الأبقار وسائر المنتجات الزراعية للاتحاد الأوروبي. ختام نشرتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إلى الزملاء أشرف عبد العاطي وهبة حسين واستكمال البانوراما. تفضل هبة. تفضل أشرف. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى كوريا الجنوبية بعد دعوته للزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إلى عقد لقاء في المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية. من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي إن بلاده تؤيد فكرة انعقاد اجتماعات القمة بين بلاده والولايات المتحدة عند الخط الفاصل حسبما اقترح الرئيس ترامب. وأضاف أن تلك الخطوة تعد بمثابة فرصة جديدة هامة لتعميق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. لقاء على صفيح ساخن بعد ارتفاع حدة التوترات بين الغريمين التقليديين واشنطن وسيول، حيث وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية قبيل زيارته المقررة إلى المنطقة منزوعة السلاح. وجاء ذلك بعد اقتراح ترامب على زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون عقد لقاء للمرة الأولى في تلك المنطقة التي تقسم شبه الجزيرة الكورية. ترامب قال على تويتر أثناء حضوره قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان عن إمكانية لقائه كيم يونغ أون على الحدود، الأمر الذي سارعت بيونغ يانغ إلى الرد عليه معتبرة أن العرض مثير للاهتمام، غير أنها أكدت عدم تلقيها دعوة رسمية بذلك بعد، ملمحة إلى احتمال انعقاد اللقاء. هذا الإعلان المفاجئ يأتي بعد 4 أشهر من قمة هانوي بين الزعيمين، والتي باءت بالفشل لعدم إحراز تقدم في ملف نزع الأسلحة النووية الكورية، ما أدى إلى تعثر المفاوضات بين البلدين. مصادر إعلامية كورية قالت إن انعقاد قمة في المنطقة منزوعة السلاح سيشكل فرصة جديدة هامة لتعميق العلاقات الشخصية بين الزعيمين وتطوير العلاقات الثنائية. ردود أفعال متباينة إزاء زيارة ترامب، حيث احتشد نحو 1,000 شخص في سيول احتجاجا على زيارته، رافعين لافتات مناهضة لترامب أمام مقر الحكومة، ورددوا هتافات منددة به مطالبين بإنهاء العقوبات على كوريا الشمالية، في حين رحب آخرون بالاجتماع بين ترامب وكيم يونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح. وتعد هذه القمة الثالثة بين الزعيمين خلال ما يزيد عن عام. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا سيباشران محادثات بشأن معاهدات الحد من الأسلحة النووية، لكنها قد لا تؤدي إلى تمديد اتفاقية ستارت 3. وخلال مؤتمر صحفي، أكد بوتين أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. وحول احتمال تعرض روسيا لمزيد من العقوبات الأمريكية، قال بوتين إن الأمر متروك لواشنطن لتحديد أفضل السبل لبناء العلاقات مع موسكو.
وختاما هذه التذكرة بأبرز ما جاء في نشراتنا من أخبار. في ختام أعمال قمة العشرين في اليابان، الرئيس السيسي يعقد عددا من اللقاءات مع قادة الدول المشاركة. ولي العهد السعودي يرحب باستضافة بلاده الدورة القادمة لقمة دول العشرين. الجيش الوطني الليبي يوجه باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية. كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.